بنصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو منى عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا بسان. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا منى. يمكن امبارح حديث كل المواطنين على ارتفاع الذهب تحديدا، فيا ريت يعني تقولي لنا الاخبار الجديده بقى. النهارده اسعار الذهب هنقولها دلوقتي حالا بعد ما نتكلم كمان عن النشره الجويه، لان في كتير من مشاهدينا لسه ما نزلوش وعايزين يلحقوا ينزلوا شغلهم. احنا داخلين على عيد حر خير يعني تخلي الحر يعني حنين علينا شويه. هو حر عشان بس نبقى عاملين حسابنا، وده فرصه لطيفه للناس اللي هتبقى مسافره في السواحل تنبسط. ده حقيقي. اتفضل يا منى. صباح الخير على كل مشاهدينا. نتابع مع بعض على طول متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. نبتدي على طول مع بعض بالدولار الامريكي اللي بيسجل امبارح 18 جنيه 82 قرش للشراء، 18 جنيه و90 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه و18 قرش للشراء، 19 جنيه و27 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه و45 قرش للشراء، 22 جنيه 55 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 39 قرش للشراء، 19 جنيه 48 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل معانا 2 جنيه و80 قرش للشراء، 2 جنيه 81 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه وقرش واحد للشراء و5 جنيه و3 قروش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 61 جنيه و18 قرش للشراء، 61 جنيه 59 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و12 قرش للشراء، 5 جنيه و14 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، عيار 18 الجرام بيسجل 823 جنيه، الذهب عيار 21 الجرام بيسجل 960 جنيه، الذهب عيار 24 بيسجل 1097 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 7670 جنيه. أما بقى بالنسبة لحالة الطقس، خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال طقس النهاردة اللي هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. وهنلاقي الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء. النهاردة هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين وثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، والأقل في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.